يا اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، نتواصل معاكم في صباحنا المصري. في الحقيقه النهارده 23 يوليو، واحنا بنسترجع مع حضراتكم ذكريات عزيزه وغاليه على تاريخ مصر الحديث، ويعني ثوره يوليو المجيده عام 1952 اللي غيرت بعدها اوضاع مصر الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، ايضا وضعت مصر في نقطه مختلفه في العالم، لان شعب التف حول الجيش اللي قرر ان هو يستعيد استقلال وطنه من المحتل الأجنبي، قرر ان هو يعطي المواطنين البسطاء كل حقوقهم وان هم يعيشوا في وطن خاص بهم وان يكون خير هذا الوطن من اجلهم هم ايضا. ذكريات عديدة ومحطات فاصلة في تاريخ مصر في ثورة 23 من يوليو، وايضا سبقها العديد من الاحداث التي اهلت ومهدت الى حدوث هذه الثورة، وفيما بعد ذلك وقوف الشعب المصري مع جيشه وثقته بهذا الجيش العظيم اللي هو أساسا من أبناء هذا الوطن، ومصلحته أولا هو مصلحة الشعب المصري. في الحقيقة خلينا نستعيد مع حضراتكم هذه الذكريات واللي بنقول لكم فيها كل سنة وحضراتكم طيبين. خلينا نبدأ بالترحيب بضيفنا اللي هيعرفنا كل هذه المعلومات ويجيب على أسئلتنا، دكتور أحمد غباشي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. شكرا لحضرتك طبعا على هذه يعني قبول هذه الدعوة ووجودك معنا، وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير يا رب. وحضرتك بكل الصحة والسلامة. يعني لو هنبدأ الأحداث اللي أهلت ومهدت لحدوث هذه الثورة، وفي الحقيقة احنا كنا بنتكلم على موقف صعب مش موجود في باقي الدول العربية، بالعكس الدول أو الإقليم فيما بعد ذلك هو اللي اتخذ من ثورتنا نموذج يحتذى به، وكان في تحديات كبيرة لوجود محتل بقاله سنين طويلة في هذا الوطن. صحيح. خلينا نبتدي من الأول أن حركة الضباط الأحرار، قبل ما تبقى ثورة، هي حركة الضباط الأحرار، هي حركة صغار ضباط ولم تكن حركة جنرالات. حضرتك قلتي في المقدمة حاجة حلوة قوي، أن الشعب التف حول جيشه، وده بيأكد على عمق العلاقة اللي بدأت من أيام محمد علي، العلاقة بين الجيش والشعب. حركة قامت برأس عسكري التحم بيها جسد الشعب، فالجسم كله اكتمل رأس وجسد. صحيح. الشعب المصري هو الذي أكسب هذه الحركة صفة الثورية، علشان كده دايما نقول أن الشعب هو اللي معاه الحقوق الحصرية للشرعية، هو اللي بيدي شرعية لأي شيء. بمناسبة وطه حسين هو أول من أطلق على هذه الحركة ثورة. مبادئ هذه الثورة، لو نشوف المبادئ الستة: القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على سيطرة رأس المال، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديمقراطية سليمة. ما تذكرش كلمة مصر. فهي مبادئ عامة، مبادئ حقوق إنسان تصلح لأي أمة مستعبدة مستعمرة، زي ما أنت حضرتك قلتي أن الثورة كانت ملهمة لكل حركات التحرر بعد كده، أو أحدثت حالة من الفوران الوطني إفريقيا وعربيا بالضبط وعالميا، حتى حركة عدم الانحياز اللي مصر اشتركت فيها. ما نيجي نبص لأي ثورة في الدنيا، هو إيه الغرض من الثورة؟ أن أوضاع معينة غير مرضية للشعب، فالشعب بيأمل من خلال التحرك لإحداث تغيير، يبقى إذن هو المخرج الأساسي لأي ثورة هو إحداث التغيير. تصحيح الأوضاع طبعا. تصحيح الأوضاع. أحداث أسباب الثورات ما بتبقاش وليدة الأحداث، يعني الأسباب ما بتبقاش وليدة، بقى بتبقى متراكمة. صحيح. بتبقى متراكمة 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 لغاية ما بيحصل بقى الإيه، الانفجار أو التحرك الإيجابي. لو بصينا للحالة بتاعتنا لثورة 23 يوليو، هنلاقي ان السبب الرئيسي هو الاحتلال البريطاني، زي ما حضرتك قلت، احتلال جثم على انفاس المصريين وقيد مفاصل الدولة المصرية 72 سنة. الشعب المصري عانى الامرين مع بداية الاحتلال البريطاني ثم الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية، وتأثير ده على المجتمع المصري كمان. يعني لو بصينا على حاجة كانت سبب بدائي جدا وإرهاصة أولى، كانت معاهدة اسمها معاهدة 36، دي كانت سبب مهم جدا للثورة، رغم أن نشوف الفرق الزمني 36 و52، بس ده كانت سبب مباشر، لأن زي ما بقول لحضرتك ترتب عليها نقطة مفصلية في الأحداث سنة 42 مع بداية الحرب العالمية الثانية 39، اللي هي اسمها حادث 4 فبراير. الإنجليز اقتحموا قصر عابدين وبيحاصروا الملك وبيرغموا الملك على تشكيل حكومة بعينها برئاسة مصطفى النحاس، فظباط الجيش لما شافوا المشهد دوت أو الملك اللي هم أقسموا له يمين الولاء بيحصل معاه كده، فإزاي بلدهم كانت بتعامل بهذا الشكل.
نقطة التحول الكبيرة بقى في الأحداث كلها حرب فلسطين 48، لأن بناء على حرب فلسطين تم تشكيل تنظيم الضباط الأحرار 49. النهارده حرب فلسطين 48 بدأ التساؤل، احنا هنا بنعمل ايه؟ اليهود كان عندهم عقيدة قتالية، دفاع عن أرض الميعاد وحرب التحرير، أنا هنا بعمل إيه عشان الملك فاروق والملك عبدالله بيتنافسوا على من سيصلي الجمعة أولا في المسجد الأقصى؟ ما هو إحنا بنعمل إيه؟ فهنا البطل أحمد عبد العزيز، الشهيد أحمد عبد العزيز، أطلق كلمة مهمة جدا، أن ميدان الجهاد الحقيقي هو مصر. فهنا كانت البيز أو القاعدة اللي اتكون على تنظيم الضباط الأحرار، وده على فكرة كان أول لقاء بين عبد الناصر ومحمد نجيب في فلسطين، وقال له عايز تعرف أسباب الهزيمة؟ أسباب الهزيمة في القاهرة مش هنا في العريش. بالمناسبة ما كانش في حاجة اسمها الأسلحة الفاسدة، ده كان سؤالي على فكرة عشان نصلح بس فكرة مصطلح لا 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 لم يكن هناك ما لا 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 لم يكن هناك ما يسمى بالأسلحة الفاسدة، وحتى محكمة الثورة بعد كده أثبتت دوت أثبتت طبعا دوت يعني. نقطة بعد كده سنة 51 بيبدأ الكفاح بقى في القناة، إعلان الكفاح ضد الإنجليز، ويبدأ تنظيم الضباط الأحرار اللي تكون سنة 49 وبداية سنة 50، بيلعب دور مهم جدا في تدريب الفدائيين على استخدام السلاح. ثم كان مذبحة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952، حريق القاهرة بقى 26 يناير، وده الإرهاصة الأخيرة أو الحدث نقطة الاشتعال. نقطة الاشتعال، ما احنا لازم الأحداث بتبقى متراكمة، الأسباب متراكمة، وبيجي بقى في الآخر القشة التي قسم بالظبط. حريق القاهرة مش مجرد كمان سبب أدى لاشتعال الثورة، ولكن كمان لعب دور مهم جدا في تغيير الموعد، لأن الثورة كان مقرر لها سنة 55، لكن ده عجل طبعا. عبد الناصر حتى ذكر في مذكراته حرقت القاهرة وحرق معها كفاحنا في القناة، فأصرنا أن نصرع الفساد قبل أن يصرعنا وأن نحطم الطغيان قبل أن يحطمنا. فكانت حريق القاهرة 26 يناير 52 سبب في تعجيل الأحداث أو تقديم موعد الثورة من سنة 55 لسنة 52، وبعد كده من 22 يوليو إلى ليلة 23 يوليو. طب نذكر الناس سريعا على نقطة حريق القاهرة، نتكلم ايه اللي خلى يكون في سرعه في اتخاذ هذا الموعد للثوره مبكرا؟ طبعا لان بدات هنا تنظيم الضباط الاحرار، بدا الاسامي تصل الى السرايا ان في تنظيم اسمه الضباط الاحرار، وبدات الاحداث بتتسارع. هل التنظيم ده داخل الجيش؟ كم عدده؟ بدات ان بتصل معلومات مباشره من وزير الداخليه، كان وقتها اسمه محمد هاشم، لمحمد نجيب ان السرايا وصل 12 اسم. فبدا هنا التعجل بالاحداث خشيه ان يتم افشال المخطط اللي وضعه الضباط الاحرار من اجل القضاء على الاستعمار ومن اجل القضاء على الملك. نعم، يمكن ثورة 23 يوليو عام 52 يمكن قضت على حاجات وأقامت حاجات، طبعا قضت على الاستعمار وأعوانه، وقضت على الإقطاع، وقضت على تحكم رأس المال في الدولة وفي الحكم، كمان أقامت طبعا جيش وطني حر، وأقامت عدالة اجتماعية، وأقامت أيضا يعني فكرة الخير بتاع البلد هو لأبنائها في النهاية يعني. فبنتكلم على هذه الامور والتحديات، ويعني تبديل جذري، خلينا نقول ان ده حدث ما كناش عارفين، يعني فكره تخطيط انك تقوم بثوره تبعاتها كانت مخاطره في حد ذاتها. صحيح. بصي حتى هم الخطه بتاعت الثوره اسمها كان خطه نصر، وده اللي وضعها السيد زكريا محي الدين. هما في مذكرات ضباط الاحرار بيقولوا احنا كانت نسبه النجاح 10% ونسبه الفشل 90%، وما عارفين لو كانوا فشلوا كانت المصير ايه يعني. فطبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادى الى هذا النجاح والتفاف الشعب وتأييده. يعني لو بصيتي اللي حصل بقى وانجازات اللي حققتها الثوره او التغيير اللي حققته الثوره، فالثوره هي حققت تغييرات على الصعيد مختلفه. اولا لو انت بصيتي اولا للبيان رقم 1 للرئيس او البكباشي انور السادات في الوقت دوت اراه في الاذاعه الصبح الساعه 7:30 الصبح، هتلاقي ان هو بيحمل هذا البيان اسباب الثوره، احنا ليه اتحركنا؟
حرب فلسطين والجيش وتولى امر الفاسدين والخائنين، وفي الاخر هو قال: واني اذكر الشعب ان الجيش اليوم يعمل كل صالح الوطن في ظل الدستور مجرد من اي غايه. برضه حته العلاقه بين الجيش والشعب. النهارده القضاء على الاستعمار اللي ظل 72 سنه بتوقيع اتفاقيه الجلاء سنه 54، قضاء على الملكيه واعلان الجمهوريه سنه 53. لما نبص كمان اتفاقيه السودان، في ناس كتير ما بتذكرش الموضوع ده. السودان يعني السودان كانت تحت الحكم المصري، وكانت انجلترا مشتركه مع مصر في حكم السودان. ازاي مصر او حكومه الثوره اثرت على ان الشعب السوداني يحصل على استقلاله وتقرير مصيره، وتم اعلان الجمهوريه السودانيه. ولكن انا من وجهه نظري ان من اهم منجزات الثوره، وده اصعب نوع من انواع البناء، يعني ما بيبقى فيه بناء او تنميه بعد حراك ثوري او بعد ثوره بيمشي في اتجاهين. الاتجاه الاول اجراءات عاجله، بس هو الغرض من الثوره ان الشعب يشعر بتغيير، فلازم اجراءات عاجله، بعدل القانون، بغير دستور، بلغي حاجات الشعب كان بيعاني منها. صحيح. ثم بعد كده خطه طويله الاجل بقى، تنميه وبناء ومدن وطرق وكباري واصلاحات زراعيه، دي بتاخد وقت شويه. فلكن اصعب بقى انواع التنميه هو البناء في البشر. صحيح. يعني وده المنهج اللي تبنته حكومه الثوره، البناء في البشر اهم من البناء في الحجر. وعشان كده تلاقي اهم انجازات الثوره على المستوى الثقافي، يعني المستوى الثقافي والقوه الناعمه في هذه الفتره ودورها في الترويج للثوره، بالظبط استقبال الجمهور المصري او الشعب المصري هذه الثوره وقبولها وتاييدها والوقوف اليها. يعني بالظبط. النهارده القوه الناعمه، النهارده استغلال السينما في الدعايه للثوره، في المرد قلبي، يسقط الاستعمار، المماليك وغيره من الافلام. لو بصيتي بقى كمان على الجانب الثقافي، ان انا ازاي ابني الانسان، الهيئه العامه لقصور الثقافه، ده هم كانوا حتى في مصطلح جميل جدا، الثقافه الجماهيريه، القوافل اللي كانت بتعد علشان تجوب المحافظات والاقاليم توصل للناس. بالظبط، توصل للناس. عندنا اول مره عندنا وزاره ثقافه سنه 58، واول وزير كان الوزير ثروت عكاشة. اكاديميه الفنون، الفرقه القوميه للفنون الشعبيه، مؤسسة دعم السينما اللي مولد أفلام زي وائس لماه وصلاح الدين، مشروع الصوت والضوء في الهرم وفي القناة، اهتمام حتى بالآثار والمعاودة لجذورنا وتراثنا. يعني بالظبط. إنشاء الإذاعات، يعني إذاعة صوت العرب، إذاعة الشرق الأوسط، القرآن الكريم، إنشاء الصحف زي الجمهورية، بعد زي ذلك افتتاح طبعا التلفزيون المصري، افتتاح التلفزيون 21 يوليو سنة 60. كل ده كان من المنجزات الثقافية اللي عملتها الثورة علشان تبني الإنسان. صحيح. وده كان شيء مهم جدا. يمكن في ثورة يوليو ضباط الأحرار عندما اتحدوا على هدف واحد، وهو طبعا استعادة الوطن إلى أبنائه، وأن يكون لا ينتمي إلى أي مستعمر أجنبي، ووقوف الشعب بجانبه. أيضا المشهد تكرر ولكن بصورة مختلفة أو بالعكس، حينما خرج الشعب في 30 من يونيو لعام 2013 وأراد من الجيش المصري أن يعيد تصحيح المسار بعد طبعا جماعة الإخوان الإرهابية أن يعني وصلت إلى مقاليد الحكم. فهذا المشهد الذي يحمل في الحالتين وقوف شعب مع جيش وهم في يد واحدة والأهداف واحدة في النهاية. صحيح. هنا الجيش كان يسعى لتحقيق ما يرغب به المواطنين، وأيضا هنا استجاب الجيش المصري لرغبة المواطنين في تغيير وتصحيح المسار. دايما كلمة السر هنا الشعب المصري، نتكلم على إدراكه ووعيه رغم كل المعتدي. يعني الجيش أقصد المحتل كان دخل بطريقة معينة فيها استعطاف للشعب المصري والتوغل ثم السيطرة، وكذلك ما حدث مع الإخوان المسلمين، الانتشار بشكل معين والوعود بأمور كثيرة ثم السيطرة على الحكم دون طبعا وضع أي اعتبار للمواطنين. هنا كان يعني الشعب له الكلمه في التغيير. صحيح، دي حقيقه تاريخيه. لو ترجع لي انا يعني عجبني كلمه انت قلتيها كده، الشعب المصري لا ينخدع بسهوله. يعني الشعب المصري صعب انخداع. ويمكن لو رجعتي في التاريخ للحمله الفرنسيه، من نابليون حب يدخل مصر نفس التجربه، وقال انا مسلم واسمي علي بونابرت وحب يتقارب مصر، الشعب المصري فهم الموضوع بسرعه بعد اقل من 3 شهور بيثور ضد الفرنسيين. انا قلت لك من البدايه جدا، من مطلع القرن 19 مع بدايه تكوين النخبه الوطنيه المصريه، الشعب المصري هو الذي يمتلك الحقوق الحصريه للشرعيه، هو اللي بيدي الشرعيه. يعني ما الشعب المصري اختار محمد علي مثلا حاكم على مصر سنه 1805، هو مشهد مشابه جدا لما حدث 2013 بالمناسبه. يعني عندنا حاكم اسمه خورشيد باشا متمسك ب
شرعيته، وظل في العلاوي الشرعيه 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 شرعيته المستمده من الفرمان العثماني. الشعب المصري لا بيحاصر القلعه وبيصر على عزله وبياكد هو اللي معاه الحقوق الحصريه للشرعيه. اللي حصل في ثوره عرابي، يعني عرابي ما قال جئت يا مولاي لاعرض مطالب الجيش والشعب. يعني العباره كانت هنا بقى صريحه. فما الخديوي بيقول له انت ضابط في الجيش ومالكش دعوه بالشعب، قال له لست اقف وانا عسكري الصفه، انا نائب هذه الامه الواقفه. في 23 يوليو لا الحركه عسكريه والشعب انضم ليها. 2013 بقى هنا الشعب هو صاحب الشرعيه والجيش هنا بيحمي الشرعيه بيحمي الشرعيه. فالعلاقه دايما علاقه ابديه، علاقه وطيده، علاقه بترجع لاصول وجذور تاريخيه. نعم، يمكن زي ما ذكرنا في البداية أن هذه الثورة كانت انطلاقة لتحركات مختلفة إفريقيا وعربيا. حدثنا عن أهم هذه المحطات التي اتخذت فيما بعد ثورة يوليو طريقا لاستعادة استقلالها. ثورة يوليو زي ما قلت حضرتك كانت ملهمة لكل حركات التحرر، ويمكن زي ما قلنا أن مبادئ الثورة الستة كانت مبادئ عامة تصلح لأي أمة مستعمرة. ثورة يوليو أحدثت حالة من الفوران الوطني، يمكن كانت البداية كان هما اتفقوا على مبدأ معين وهو عدم الانضمام لأي أحلاف أجنبية، وده كان سبب في رفض مصر ضم حلف بغداد سنة 55، وعملت اتفاقية دفاعية بين مصر والسعودية وسوريا لتحرير الصومال. دعمت مصر كل حركات التحرر الموجودة، سواء تحرير الكويت، دعمت الثورة العراقية، دعم اليمن الجنوبية، دعمت ثورة الجزائر، دعمت دول شمال أفريقيا في حركات التحرر بتاعتها. انضمت مصر إلى تيتو ونهرو وأسست لحركة عدم الانحياز، مؤتمر تضامن الشعوب الأفرو آسيوية اللي تم في القاهرة سنة 58. ولكن في حاجة مهمة جدا بقى، أعداء الثورة. نعم. يعني انت بتعمل كل دوت، لا في اعداء، سواء كانوا اعداء بالضبط ومن الداخل احيانا من الداخل. وطبعا ثوره يوليو لقت اعداء داخليا رهيبا جدا. اولا في الايام الاولى للثوره، يعني الثوره 23 يوليو، بعدها باقل من اسبوعين يوم 11 و12 يوم 12 و13 اغسطس بتحدث حوادث في كفر الدوار، تمرد عمال الغزل والنسيج علشان ويحرقوا ويدمروا علشان تقوم الحكومة فصلهم وتتشرد الأسر دي، فتتكون ثورة مضادة ضد الثورة، وتم القبض على 2 من العمال، خميس والبقري، ده تم إعدامهم. أما صدر قانون الإصلاح الزراعي يوم 9 سبتمبر توحيد الملكية الزراعية، أحد الإقطاعيين في المنيا كان اسمه عدلي لملوم حاول اقتحام اسم مغاغة رافضا هذه القوانين. إذا أنت كان عندك أعداء داخلين، فضلا بقى زيد على كده بقى طبعا الإخوان المسلمين، رغم طبعا في البداية هم كانوا شاركوا في الثورة ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا الأمر، وكذلك شاركوا في ثورة يناير، وكان لهم دور، ولكن نفس ما أشبه الليلة بالبارحة، يا أنا كله يا بلاش. يعني ما هو النهاردة لما قعد حسن الهضيبي مع عبد الناصر وقال له أن ما فيش أي قرار يتخذ إلا بعد الرجوع لمكتب الإرشاد، ما هو نفس الفكرة، ما فيش حاجة تتاخد الا من خلالنا. صحيح. اعتراضه على حتى قانون توحيد الملكيه الزراعيه، الثوره حددته 200، الاخوان اصروا ان هو يبقى 400 فدان، كان في امور غير مفهومه في حدث الخلاف مبكرا. دي في على كده بقى خلي بالك العداء الخارجي كمان، دول الغرب كله، يعني النهارده رغم ان الامريكان كانوا محايدين جدا مع بدايه الثوره الا بعد كده مطلوا في مد مصر بالسلاح، واضطرت مصر الى عقد صفقه الاسلحه التشيكيه سنه 55 وكسر احتكار السلاح. بريطانيا في طول الوقت طبعا مش قادره تنسى ان ازاي مصر خرجتها بعد 72 سنه، وبدات بعد كده رفض مصر كمان الانضمام لحلف بغداد، ده اثار حفيظه انجلترا اصلا. دعم مصر للرئيس شكر القوات اللي في سوريا للوصول الى سده الحكم على حساب خالد العضد وكان موالي ترى. رفض عبد الناصر مشروع ألفا، مشروع ألفا ده كان مشروع أنجلو أمريكي لإبرام سلام بين العرب وإسرائيل، لأن يعني عبد الناصر اشترط عودة اللاجئين الفلسطينيين وتنازل إسرائيل عن جنوب صحراء النقب. وطب هددوا لا اما تعمل كده لا اما مش هيبقى في تمويل للسد العالي، ودي قد قضيه تانية كمان، ازاي انت بتحارب الشعب المصري في مقدراته. وعشان كده انا بعتبر من اهم منجزات ثوره 23 يوليو هو تاميم قناه السويس. بالظبط، لان تاميم قناه السويس يعتبر من القرارات المدروسه جدا، من الـ يعني الامثله والنماذج الناجحه لعمليه صنع واتخاذ القرار. طيب دي جزئيه مهمه ان احنا نصحح برضو بعض المفاهيم. كان يقال اساسا قناه السويس كانت مصريه،
فلما كانت هناك اعلان مره اخرى لتاميم قناه السويس؟ عايزك توضح هذه النقطه. لا، هي قناه السويس كانت مصريه مش من وجهه نظرهم هم، مش وجهه نظر الغرب، لا وجهه نظر الغرب كان عندهم عقيده ان هي القناه بتاعتهم. احنا كان عندنا دكتور اسمه دكتور مصطفى الحفناوي سنه 51، الراجل ده اخذ دكتوراه من باريس عن قناه السويس ومشكلاتها المعاصره، وكانت اشكاليه البحث بتاعه اداره قناه السويس ووجوب ايلوله هذه الاداره للدوله صاحبه السياده وهي مصر. قال ان كلمه الشركه العالميه لقناه السويس دي براند تجاري، هي مش عالميه ولا تخضع لاحكام القانون الدولي، ولكن نظرا لتعدد جنسيات المساهمين هي خدت هذا العلامه التجاريه وهذا البراند التجاري، وان لابد من الايه ان الشركه ترجع للدوله صاحبه السيادة ده وهي مصر. اما تيجي تبص للحرب اللي قامت، اما مصر بدات تلمح ان هي تامن قناه السويس، انجلترا قادت حرب ضروس جدا ضد مصر، يعني سواء بخلق راي عام عالمي ضد مصر، سواء في انجلترا، سواء في فرنسا، سواء اسرائيل، سواء الولايات المتحده، سواء بالضغط حتى في بعض التعاملات فيما بعد ذلك. يعني بالضبط، يعني على سبيل المثال كان في خطه اسمها خطه اوميجا. الخطه اوميجا دي كان عاملها وزير الخارجيه الامريكي دالاس علشان يحجم قدرات عبد الناصر ويشوه صورته ويعمل وقيعة بين مصر والسعودية ويعمل انقلاب في سوريا ويبدأ يفرض حظر مساعدات عسكرية على مصر ويمنع تمويل السد العالي. وده اللي حصل، ان بعد ما عبد الناصر قعد مع مدير البنك الدولي واتفقوا على القرض، القرض كان بشروط انجلو امريكية انجليزية امريكية، وكله كان بيدور حول محور واحد ان مصر هتشتري السلاح من الشرق ومصر تلعب دور في ابرام سلام مع اسرائيل. في النهاية هم سحبوا العرض، بالدرجة ان حتى بعض الاعلام الانجليزي طلب ببناء سد في كينيا، شفتي نفس الفكرة، عشان يمنع وصول المية على مصر، يعني نفس الاحداث ونفس المشاكل اللي تعرضت لها مصر. ولكن عبد الناصر الكلمة، ويمكن دي اللي احنا بقى يعني انا حاسسها والله الايام دي، يعني عبد الناصر قال اننا سنبني السد بسواعدنا وسنفعل اي شيء من اجل ذلك. اياك اللي انت تلعب مع مصر في مقدراتها، يعني مقدرات الشعب المصري ده خط احمر لا يجب المساس به. صحيح. وايضا من اوجه التشابه يا دكتور احمد فكرة تغير رأي العام الدولي بعد هذه الثورة، يعني في ثورة 30 من يونيو أيضا كان هناك بعض الدول التي كانت ذات علاقة جيدة مع مصر قالت أن هذا انقلاب، ولكن سرعان ما غيرت موقفها بعد تفهم صحيح الوضع في مصر وأن هذه إرادة شعب بكل المقاييس. فيمكن الأوجه مختلفة والتشابه متكرر. يعني نحمد ربنا فعلا بقى من اهم المميزات في تاريخ مصر كله، احنا يعني ذكرنا مع حضرتك على اوجه التشابه فكره وجود قوات مسلحه وجيش وطني مخلص يسعى لطبعا الحفاظ على مصر وامن مصر وحمايه مصر حتى من اعدائها الداخليين. عايزين نتكلم على هذه الجزئيه اللي ما زالت مستمره يا دكتور. بص، جيش مصر طول عمره جيش وطني، جيش مصر جيش لم يعتدي ابدا على اي دوله، عمرنا ما احتلنا دوله، عمرنا ما هاجمنا دوله، طول عمرنا احنا بندافع عن امننا وعن سلامتنا. فكره وجود جيش مصر دي اصل يعني فكره من العصر الفرعوني. انت ما كانش عندك جيش مصري، يعني من نهايه العصر الفرعوني، انت بعد كده في فتره احتلال من سواء اليونانيين سواء الرومان سواء دخول الاسلام لمصر، كل ما كانش يعني مصريين. بدايه بقى محمد علي ما عمل جيش مصر، بدا هنا العلاقه بقى بين يعني حقق حته الولاء والانتماء. فالجيش المصري يعني تم تكوينه على هذا المبدا. عشان كده لما الانجليز دخلوا مصر سنه 1882 كان كل غرضهم ان هم يقتلوا الحته ديت. بدأوا ان هم يعملوا تفاوض طبقي داخل الجيش، يخلوا الضباط من ابناء الاسر الغنيه اللي بيخشوا المدرسه الحربيه بمصاريف عاليه جدا، والجنود يفضلوا من الفلاحين المصريين، في تفاوض طبقي داخل الجيش عشان يقتل الحته بتاعت العلاقه بين الجيش والشعب. اما تيجي تبص ليه 23 يوليو مثلا، الضباط اللي كانوا موجودين ضباط الاحرار دول كلهم هتلاقوهم من اسر متوسطه، سواء اهاليهم موظفين او صغار ملاك او فلاحين، فهم كانوا على درايه بمشاكل الشعب. عشان كده دايما نقول هي كانت حركه صغار ضباط، ما كانتش حركه جنرالات، ما كانتش فيها رتب كبيره. يعني اعلى رتبتين كانوا في الحركه كان محمد نجيب كان لواء، وكان القائم مقام او العقيد احمد شوقي، دول كانوا اعلى رتبتين في وقت كان الجيش كله ما فيهوش غير اثنين عمده بس،
يعني اثنين عمدة بس. بالمناسبة احنا عايزين برضو نأكد على حاجة مهمة جدا، ان هناك كان ضابط مسيحي في الحركة ليلة 23، هو ضابط الوحيد اسمه واصف لطفي حنين. واصف لطفي حنين يعني انا ببعت تحية لأسرته، هو ده الضابط المسيحي الوحيد اللي كان مشارك في الحركة ليلة 23 يوليو، وكان ضابط في الكتيبة 13 مشاب. علشان هو ده الطبيعي في هذا الجيش ايضا من ابناء الوطن، حتى في حرب 73 الدماء كانت من كل ابناء وعناصر الشعب المصري. يعني عشان كده بقول لحضرتك دايما الربط بين الجنديه والمواطنه، خلاص انا يعني بقت صحيح. علاقه وطيده. اما تيجي تبص بعد كده الجيش مكانه السكنات ومكانه الحروب، ولكن برضو امن الداخلي، امن البلد. اما حصلت احداث 25 يناير و13 يوليو، الجيش هب علشان يدافع عن شرعيه الشعب، علشان يدافع عن حقوق الشعب، سواء كان الاعداء الداخليين او الاعداء الخارجيين. ما تنسيش حضرتك ان حدود مصر الاربعه عليها مشاكل كبيره جدا، فالجيش له مسؤوليه كبيره سواء في الداخل او في الخارج. ما زال دور الجيش المصري، يعني لو اتكلمنا ان الملف الخارجي القيادة السياسية بتقوم بدور عظيم في الحقيقة في التعامل به حاليا، وهذا النجاح الكبير جدا في التواصل وإعادة مكانة مصر دوليا وإقليميا وعالميا أيضا لمكانتها والمكان الذي يليق بها. كمان بنتكلم على حفاظ على مقدرات الوطن، وبنخوض حرب مصر، يمكن مؤخرا بدأ العالم ينتبه إلى أزمة الإرهاب أو إلى خطورة الإرهاب، ولكن مصر كانت منذ سنوات تخوض هذه الحرب بمفردها. الحفاظ على حدودها زي ما حضرتك ذكرت من الأربع جهات، وهم كلهم ذات خطورة في الحقيقة بسبب الوضع العالمي. كم التحديات الذي يواجه الجيش المصري في الوقت الراهن، يمكن أكبر بكتير من قيام ثورة حاليا؟ أعتقد دلوقتي أن التحديات اللي بتواجه الجيش دلوقتي تحديات كبيرة جدا، خاصة لأن الأمر بقى صعب جدا وبيمس أمن المواطن، يعني بيمس أمن المواطن سواء أمنه داخليا. النهاردة الإرهاب ده دايما بيوجه ضربات متعددة في أماكن متعددة علشان يحدث نوع من أنواع عدم الثقة بين المواطن والحكومة والتشكيك. لما تيجي تبصي مثلا المشكلة اللي احنا عايشينها دلوقتي، مشكلة أثيوبيا ومشكلة المياه، ما دي مشكلة أمن قومي. صحيح. الجيش ليس بمنأى وليس ببعيد، رغم أن المشكلة تدار سياسيا على أعلى مستوى، ولكن الجيش ليس بمنأى وبعيد. في نفس الوقت بقى على التوازي بتبدأ قصة تانية، وهي تحديث الجيش وتقويته وتسليحه بأحدث الأسلحة. أنت لازم تكون مستعد برضو، ويمكن ده اللي حصل برضو بعد 52 وكان من مبادئه، وهو بناء جيش قوي. ده شيء مهم جدا. فالنهاردة احنا ماشيين في اتجاهين مهمين جدا، اللي هو امتلاك العناصر المادية للقوة، وفي نفس الوقت مشروعات النهضة والتنمية اللي الدولة بتعيشها. ده حقيقي. احنا استعدنا مع حضرتك ذكريات مهمة جدا في تاريخ الوطن وثورة 23 يوليو لعام 52، والثورة المشابهة والمكملة أيضا لها ثورة يونيو لعام 2013. بشكر حضرتك على وجودك معنا دكتور أحمد الغباشي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. شكرا نورتنا. شكرا يا فندم. شكرا كل سنة وحضرتك طيب.